تشاهدون في هذه الحلقة: انتظام الدراسة في التعليم الفني بتعز رغم ضعف الموازنة واستمرار إغلاق كبرى المعاهد في المدينة. منتزه التعاون بتعز، المتعة الحقيقية للتفسح في أشهر المعالم السياحية بالمدينة. الرش الضبابي، جهود المتاح الممكن في معركة متواصلة ضد الوبائيات المتفشية في تعز. مرحبا بكم من جديد، وابتدأ حلقتنا جولة سريعة موجزة على أهم الفعاليات التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بتعز فعالية خاصة بمناسبة اختتام الحملة الوردية للفحص المبكر عن سرطان الثدي، وفي الفعالية تم تكريم عدد من الأطباء والإعلاميين وفرق التوعية التي أسهمت بفعالية في إنجاح الحملة ولعبت دورا مهما في التوعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي وما يمثله من أهمية في علاج المصابين الذين يتم الكشف عن إصابتهم بالمرض في وقت مبكر. عقدت بمدينة تعز مناظرة شبابية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن للتحريض وتأجيج الصراع، وتهدف الفعالية التي أقامتها منظمة شباب بلا حدود بالشراكة مع الائتلاف المدني للسلام تحت شعار سياق مغاير، تهدف إلى جانب معرفة تأثير وسائل التواصل في القضايا المختلفة إلى بناء قدرات الشباب في مهارات الحوار والمناظرة، وبما يسهم في تعزيز وتجسيد لغة الحوار للتفاهم حول القضايا مختلفة بعيدا عن العنف والتطرف. مشاهدينا، يحظى التعليم الفني والتدريب المهني باهتمام استثنائي في البلدان النامية باعتباره من المعالجات الناجعة في خفض البطالة والمناسبة لتلبية متطلبات السوق من العمالة المؤهلة والماهرة. لكن كيف يبدو حال التعليم في تعز الذي تحتضن 15 منشأة في التعليم الفني في ظل الحرب واستمرار تداعياتها وتأثيراتها على الجوانب المختلفة؟ طالبات قسم التسويق بأحد المعاهد التابعة للتعليم الفني بتعز وهن يستمعن باهتمام وتركيز إلى محاضرة عن تأثر حركة السوق بعاملي العرض والطلب. الصورة هنا من مشهد يؤكد انتظام سير العملية التعليمية في التعليم الفني، غير أن هذا الانتظام لا يخلو من صعوبات تعترض سير العملية في هذا المجال. معك شحة الإمكانيات، معك نفقات، ما عادش نتكلمش عن أوضاع الحرب وما فيها لأنها زادت فوق السوء سوء، يعني قد كان في أوضاع سيئة من قبل بس الآن زادت زيادة، فما عادش نخلط الأوراق نقول بسبب هذا، لكن في معنا إشكالات قديم متعرف عليها، في معنا نوابغ خارجين من المعهد هذا ومعنا أوائل يخرجوا كل سنة من المعهد هنا بس ما نجدش لهم الاحتواءات هذم إلا قلة، غير كذا في برضه صعوبة لأن شيء الدولة تلفت إليها إنهم ما بيحتوش الطالبات حقنا في الجامعات. ما يزيد المعاناة في معهد الخنساء التجاري الحكومي الذي تأسس عام 86 ويحتضن اليوم 400 طالبة في أقسامه المختلفة، أن مبنى المعهد بالإيجار وهو ما جعله عرضة للإغلاق من قبل المالك أكثر من مرة، ناهيك عن أن ميزانيته التشغيلية لا تفي بتغطية النفقات وسد الاحتياجات وفقا لعمادة المعهد. إيجار المبنى تقريبا 400 ألف شهريا، بند الموازنة التشغيلية للمعهد لا تغطي بند الإيجار بالبتة، خصوصا الآن مع الحرب استنزل بند الإيجار من ضمن الموازنة. في عندنا نقص كثير في الكادر، أنا يعني كل مدرس يتحمل أعباء كثيرة فوق طاقته بسبب عدم وجود المدرسين الآخرين، بسبب النزوح، بسبب أيضا الأعباء الاقتصادية الآن اللي هو ارتفاع الأسعار، يعني هناك مجمل قضايا صارت تشكل عبء فوق العبء القائم على التعليم الفني على معهد الخنساء.
تشير سجلات مكتب التعليم الفني بتعز إلى أن إجمالي الطلاب الملتحقين في 15 معهداً بالمحافظة يزيد عن 5000 طالب وطالبة، ويمثل هذا العدد ما نسبته 50% من إجمالي طلاب التعليم الفني في المحافظات المحررة. ووفقاً لمسؤولية التعليم الفني، فإن انعدام الميزانية التشغيلية تقف حائلاً أمام تفعيل عمل المعاهد بالشكل المطلوب، إضافة إلى وجود بعض الإشكالات التي يعمل المكتب في محاولات حثيثة لتجاوزها، وأهمها إعادة افتتاح أكبر منشأة للتعليم الفني بتعز المتمثل بالمعهد الصناعي بمنطقة الحصب في ظل وعود بتسليمه، وهي الوعود التي لم تر النور على الواقع حتى اليوم. وللاقتراب أكثر من وضع العملية التعليمية في التعليم الفني والتدريب المهني بتعز، نرحب معنا بالمهندس قائد الصلوي مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني. أهلا بك مهندس قائد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا على تفاعلكم وحضوركم واهتمامكم بقضايا التعليم الفني، شكرا كثيرا. أهلا، إذا ما تحدثنا عن التعليم الفني والتدريب المهني في تعز في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها المحافظة، هل أنتم راضون عن سير العملية التعليمية على النحو المطلوب، وهل هي منتظمة يعني حتى الآن؟ الحمد لله، بالنسبة لطموحاتنا طموحاتنا كبيرة، وإنجازتنا بقدر إمكانيتنا هي إنجازات متواضعة، لكن الحمد لله يعني نحن في 2015 حدثت كارثة مأساوية للتعليم الفني، حيث تم ضرب 7 معاهد فنية علينا، وكان تركيز الحوثة تركيز كبير على قطاع التعليم الفني، حيث من أول وهلة تم احتلال المعاهد الفنية والمهنية. لماذا برأيك هذا الاستهداف المباشر للتعليم الفني؟ أصلا هم أعداء العلم والتعليم، وكل توجههم هو ضد التعليم وضد التطور وضد كل شيء حلو في هذا البلد. فللأسف يعني تم تعطيل 7 معاهد فنية، لكن الحمد لله بجهود كل الأخوة الزملاء تم إعادة العمل في معظم المعاهد، والحمد لله استطعنا إعادة 8200 طالب للتعليم، والآن الحمد لله العملية التعليمية تعتبر جيدة في معظم المعاهد. كانت هناك مطالب بتسليم منشآت تابعة للتعليم الفني داخل المدينة، هل هناك استجابة لهذه المطالب، وما مدى تأثير إغلاقها على الطلاب وضع الطلاب إجمالا؟ للأسف تعطلت أهم المعاهد التعليم الفني في تعز، مثلا معهد الحصب هو يعد أكبر معهد داخل المحافظة بل على مستوى الجمهورية، معظم التخصصات الموجودة في المعهد لا توجد في معظم المحافظات. المعهد كان يحتوي على 2100 طالب في حدود 17 تخصص، هذا المعهد تعطل للأسف لفترة 5 سنوات، طبعا مما سبب معاناة وآلام وضياع مستقبل للطلاب. هذا الوضع أدى إلى أن الطلاب يقوموا بخروج المظاهرات إلى الشارع، يبحثون يريدون أن يعودوا للدراسة. فالآن للأسف لم يكن التجاوب كبير من قبل قيادة الشرطة العسكرية وقيادة المحور، رغم المظاهرات والمعاناة، ورغم أن تعز الثقافة والعلم وقادتهم يمثلوا القدوة، لكن للأسف كان التجاوب ضعيف جدا معنا، وحتى الآن ما تم استلامه هو أحد المباني من 23 مبنى، فلا زالت معنا. كم عدد المباني التي لم تتسلموها حتى اليوم؟ إلى الآن معنا مكتب التعليم الفني كما تلاحظين، كما لاحظت أنت أن نحن عايشين الآن في غرفتين. مكتب التعليم الفني لا يقوم بدوره ولا بمهامه كونه موجود في قوات المحور، وكذلك مركز تدريب المدربين، بالإضافة إلى المعهد الأكبر الموجود داخل المدينة هو معهد الحصب الذي لا زالت قوات الشرطة العسكرية وقوات المحور متواجدة فيه. ونأمل نحن من القيادة السياسية ومن الإخوة في قيادة المحور ومن الإخوة في قيادة الشرطة العسكرية أن يراعوا مصالح أبنائهم وأن يلتفتوا إلى هذا الموضوع، كون تعز لن تنتصر إلا بالتعليم. نعم، تحدثت عن المعاهد المغلقة، بينما إذا رجعنا إلى المعاهد المفتوحة، التعليم الفني يعتمد على
الأجهزة والمعدات، لأن تطبيق الجانب التطبيقي فيه عامل مهم ورئيسي. ما الذي توفرونه أنتم للطلاب في هذا الجانب، وخصوصا وأن هناك البعض يتحدث عن عدم وجود معامل في بعض الأقسام وانعدام الصيانة لما هو موجود؟ صحيح، هذا كلام أكيد، هذه أحد المشاكل اللي نعانيها للأسف، إنه التعليم الفني هو تعليم نوعي وتقني، الطالب يقضي فيه في حدود من 50 إلى 60% من وقته في مجال التطبيق العملي. التعليم إذا لم توفر له التجهيزات اللازمة ومواد التدريب لا يعني شيء، ولا بدون جدوى. التعليم الفني ليس مثل ما التعليم العام أو ما التعليم الجامعي بيحتاج إلى طبشور وإلى فصل، هو بحاجة إلى مواد تدريب، إلى تجهيزات حديثة، إلى مواكبة سوق العمل. للأسف نحن معنا تجهيزات، لو تلاحظ أنت وتنزل إلى المعهد تشوفي أنه في معنا تجهيزات ومعامل الحاسب قد عفى عليها الزمن ولا تستعمل في الوقت الحاضر، كما أنه نحن بحاجة إلى تطوير وتحديث التجهيزات الموجودة في المجال الصناعي والمجال التجاري وفي كل المجالات. نحن لدينا خطة لتحديث هذه الأقسام وفتح أقسام جديدة إن شاء الله في المستقبل. حجم إمكانياتكم في إدارة التعليم الفني في تعز للقيام بالمهام على الشكل المطلوب؟ بالنسبة لنا شوف، للأسف من بعد انقطاع الموازنات التشغيلية مثل ما قلت لك سابقا، انه التعليم الفني اصلا يعتمد على التدريب، لهذا عند توقف الموازنات التشغيليه لم يراعى قطاع التعليم الفني. للاسف هم يعتقدوا انه التعليم كانه تعليم عام او تعليم نظري، لكن للاسف التعليم اذا لم يوجد له موازنه وتجهيزات هنا لا نستطيع ان نلبي مهارات واحتياجات السوق المطلوبه. لهذا الآن نحن معنا 20% من الموازنة التشغيلية أسوة بالمكاتب الأخرى. تلاحظ إنه معظم معاهدنا يعني 20% لا تغطي لمدة أسبوع قيمة ديزل مع انقطاع الكهرباء. لهذا نحن نعاني معاناة شديدة من قلة وضآلة الموازنة التشغيلية التي تؤدي إلى تفعيل العملية التعليمية. التعليم الفني أيضا يكتسب أهميته من كون مخرجاته مؤهلة وتفي باحتياجات السوق. كيف تأخذون أنتم في الإدارة هذه الأمور بعين الاعتبار، وبالتالي الحرص على تعليم جيد للوصول إلى مخرجات جيدة؟ شوف أستاذ، المفروض أنه يكون عند قيادة الدولة إدراك ورعاية واهتمام وإعادة النظر والأولويات. نحن بحاجة إلى إعادة التوجه العام. الآن العالم والشعوب كلها تطورت وتقدمت وارتقت من خلال اهتمامها بالتعليم الفني. التعليم الفني كما تعلمين إنه أحد ركائز التنمية البشرية في العالم كله، وإن كل الحضارات وكل ما حدث في العالم هذا في كل الدول هو نتيجة الاهتمام والرعاية والدعم للتعليم الفني. نحن بهذا الجانب مشكلتنا إنه التوجه العام، نحن بحاجة إلى إعادة توجه عام بحيث يعطى الأولوية القصوى للتعليم الفني والمخرجات. يفترض انه في كل 10 مدارس اساسيه يوجد معهد مهني، وفي كل 4 مدارس ثانويه يوجد معهد تقني. نحن لعلمك في تعز محرومه من المعهد اصلا. نعم. هناك هذا يعني يقودنا انه لا يوجد اهتمام من قبل الوزاره يعني في دعم الجانب التعليم الفني في تعز، هذا ما تريد قوله؟ لا، للاسف الوزارة للأمانة تقوم بدور كبار، والأمانة معالي الأخ وزير التعليم الفني الدكتور عبد الرزاق الأشول ونائبه يقوموا بالدور، يشكر عليه. لكن التوجه العام من قبل الدولة من قبل، بمعنى أنه لم يتم بناء معاهد جديدة تستوعب الكثافة السكانية الموجودة في محافظة تعز. وضحت فكرتك. المهندس قائد الصلوي، مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني بتعز، شكرا جزيلا، كنت ضيفنا في هذه الفقرة. مرحبا بكم من جديد. يعتبر منتزه التعاون بتعز أقدم متنفسات المدينة وأحد أهم الوجهات السياحية في هذه المحافظة، ويواصل المنتجع منذ 5 عقود تقديم خدماته لسكان مدينة تعز وزوارها، حيث يجد فيها الكثير فرصتهم للتنزه وممارسة هواياتهم المختلفة. نتابع. هو أقدم المنتجعات وأهم المتنفسات السياحية في تعز،
وأفضلها بالنظر إلى موقعه الذي يتوسط المدينة ويشرف على كثير من أحيائها، منتزه التعاون بتعز، المعلم السياحي الأبرز الذي بقي محتفظاً برونقه وجماليات طراز البناء وروعة المنظر، حتى غدا اليوم عنواناً لأجمل الأمكنة وأكثرها هدوءاً في هذه المدينة. يعود تاريخ بناء وإنشاء هذا المعلم في تعز إلى نهاية ستينات القرن الماضي، والذي معه بدأت المحافظة تتجه نحو العمران والبناء لا سيما في جانب الخدمات العامة. في بداية الستينات تم إنشاء التعاونيات، وكان الفضل لإنشاء التعاونيات للأستاذ أحمد عبد السعيد الذي تمخضت عنها كثير من المشاريع في تعز، وكان أحدها منتزه التعاون. منتزه التعاون الذي افتتح في سنة 1968 وكان يعتبر طفرة اقتصادية وطفرة ثقافية وفنية وسياحية داخل المنطقة، وهذا كان على مستوى اليمن بشكل عام. كان عبارة عن أول مسبح في المنطقة، وإضافة إلى السينما التي كانت تحتضن عدد من الفنون السينمائية في الفترة الماضية. بعد ذلك تم تطوير المنتزه وإنشاء بقية المرافق، زي الصالات والمطعم والمقهى والشغلات هذه. يضم منتزه التعاون بتعز حديقة صغيرة هي بساط من العشب الخضير تزينها أشجار باسقات وأخرى من نباتات الزينة، ولعل هذا الإخضرار ما يعطي الزائر الذي يعيش الظلال الوارفة راحة نفسية وأجواء منعشة. لذا لا غرابة أن يصبح هذا المنتجع المقصد للعائلات والملتقى المفضل للأحبة من الأصدقاء في تعز. هم تنفس الجميع، زي ما تلاحظوا يمكن المنتزه بعد الظهر يكون خاص للعوائل يعني، والدخول مجاني احتضان للعوائل، وبشكل يومي المكان. صحيح انه هناك ينقصوا بعض التجهيزات، ولكن هذا التجهيزات كلها معتمده على تفعيله من قبل السلطه المحليه. نزور احنا واصل احيان بالاسبوع احيان بالشهر احيان، يعني على حسب الاجتماعات مع العائلات وكذا يعني، ولا مع الصحبات الشيء الحق احنا يعني، انه منطقه تجمع يعني بوسط المدينه نقدر كل احنا نجي يعني، ما هوش يعني مكان فيه بقى حروب وكذا، خاصه مع الاوضاع الان باليمن ما نقدرش نروح يعني مناطق بعيد. مثل وجود حوض السباحه في هذا المنتزه عامل جذب للزوار من الصغار والكبار، ووجدوا فيه فرصة للاستمتاع بممارسة هواية السباحة. ويضم المنتزه حوضين للسباحة، أحدهما للكبار وآخر يخصص لفئة الصغار من الأطفال. المسبح يعني تصميمه مناسب لجميع الفئات، من الأطفال للمحترفين، السباحين المحترفين. هذا المسبح حدود 15 متر في 30 متر، وبعمق يمكن في مناطق معينة حدود 3.80 متر أو 4 متر. يوجد معنا مسبحين، المسبح الكبير والمسبح الصغير، وبحكم أن المسبح يعني قريب داخل المدينة، والمسبح الوحيد المتنفس الوحيد اللي داخل المدينة. المسبح صباحا عيال، لكن بالعصر كلهم عوائل نسوان. مكان المنتزه تحسه مكان يجمعنا كامل، نقدر نجتمع به. أصبح أنه هو من المناطق القليلة داخل المدينة، المدينة مع أوضاع الحرب أوضاع كذا ما فيش مكان ننفه. المنتزه الذي يتميز بقربه من التجمعات السكانية التي تحيط به من كل اتجاه لم يقتصر فقط على المسطحات الخضراء والمائية فحسب، إنما مثلت المنشآت الخدمية فيه والتي صممت بشكل جذاب وفق فنون العمارة اليمنية عاملاً مهماً، ولعبت دوراً رئيسياً في تحقيق الهدف من خلال تقديم خدمات للمرتادين خاصة وجمهور تعز على وجه العموم. ولعل أكبر تكوينات مباني المنتزه على الإطلاق هو مبنى المسرح وقاعة الأستاذ أحمد عبد سعيد رائد التعاونيات في اليمن، وهي القاعة المخصصة للاحتفالات بالمناسبات العامة والخاصة، والتي تحتضن العروض المسرحية والمناشط الثقافية المتنوعة. صالة المسرح التي تقام فيها فعاليات واحتفالات، وايضا تقام فيها مسرحيات وعروض مسرحيه بشكل محدود،
يعني نظري لأنه حكاية المسرح لم تكن بشكل كبير. احتضن كثير معرض الكتاب، معارض هاشم علي الرسم، مزاد هاشم علي برضه الذي عاد، الذي كان له وقع خاص، إضافة إلى احتضان المبادرات الشبابية التي تخدم مدينة تعز والتي لها رؤية مستقبلية. ويحوي المنتزه أيضاً ملحقات تتعدد أغراض استخداماتها، فبعضها تخصص كصالات للعروض وأخرى للتدريب، فيما يأتي المطعم والمقهى ضمن هذه الملحقات لخدمة المرتادين من سكان وزوار مدينة تعز. في خطة لإعادة تفعيل الصالات بشكل آخر بما يتوافق مع متطلبات المدينة، كصالات تدريب إداري وورش العمل واحتضان ورش العمل، إضافة إلى تخصيص صالة لصالة الطعام بشكل سياحي. لم يغب الاهتمام في النشاط الرياضي داخل هذا المنتجع، إذ يوجد ملعب كرة قدم يستغله الشباب ومحبو الرياضة في المدينة لممارسة اللعبة، والذين يجمعون أحياناً بين تمارين الرياضة والسباحة. معنا ملعب رباعي كرة القدم حشيش طبعاً مع شب صناعي، ويرتادوا لكل الزوار طبعاً أبناء المدينة وخصوصاً الأطفال يرتادوا الليل بحيث أنه قريب جدا ومتنفسها الوحيد داخل المدينة. تخطط إدارة المنتزه ضمن مشاريع مستقبلية طموحة بأن يكون هذا الملعب ضمن أكاديمية رياضية للنشأ، إضافة إلى تفعيل النادي الصحي وملحقات أخرى بهدف تحقيق مزيد من الجذب السياحي داخل مدينة تعز. ولأن المسبح هو أول مشاريع وتكوينات منتزه التعاون، فقد حملت الأحياء المجاورة للمنتزه ذات الاسم، فأطلق على أجزاء منها بحي المسبح الأعلى والأخرى حي المسبح الأسفل. مع تزايد عدد حالات الإصابة بحمى الضنك والوبائيات في تعز والتحذيرات من تفشي الوباء وتحوله إلى كارثة صحية، ثمة رجال يكافحون في الميدان في محاولة للقضاء على الباعوض الناقل باعتباره المتسبب الرئيس للأوبئة التي تجتاح تعز سنويا. وما يلفت الانتباه أن هذه الجهود تتم بإمكانات بسيطة وإرادة قوية. ولأن الوباء قد زادت خطورته وتعالت التحذيرات من مغبة التساهل في مواجهته، لم يكن أمام هذا العامل بداً سوى بذل مزيد من الجهود والتوجه باكراً مع ساعات الصباح الأولى من كل يوم وفي أجواء باردة للقيام بعملية الرش الضبابية التي هي جزء من إجراءات ميدانية، الغرض منها مكافحة مسببات مرض وباء حمى الضنك وفيروسات الحميات الأخرى التي باتت تفتك بالعديد من سكان مدينة تعز. نبدأ العمل بساعات الصباح الباكر بعد صلاة الفجر حتى الساعة 9 صباحا، وبعد العصر من الساعة 3:30 حتى الساعة 7 مساء لمكافحة هذا الحميات الطارئة اللي طرأت على المدينة. يستخدم هذا العامل مولداً محمول يعمل بمادة الديزل، ومن خلاله ينفث بأكبر كمية من الأدخنة المشبعة بالمازوت، ويستهدف بها الحارات وأمام المنازل والمساحات المخصصة للمخلفات، والهدف من ذلك القضاء على البعوض الناقل لحمى الضنك والأمراض الفيروسية الأخرى وتعقب بؤرة تولده وتكاثره. عبارة عن مبيد لمكافحة البعوض مخلوط مع الديزل، والمشغل للماكينة والبترول، طبعا عمل شاق لكن احنا سنتحمله لمكافحة هذا البعوض الذي سبب الكثير من الأمراض للمدينة.
تسهم هذه العملية المعروفة باسم الرش الضبابي، وتنفذها فرق متخصصة ومدربة في التخفيف من انتشار الوبائيات وبالتالي مواجهة جائحة الأمراض التي يصاب بها سنوياً الآلاف، غير أن هذه الحملات تحتاج إلى تعاون المواطن نفسه مع فرق الرش. الشق الأكبر من المواطنين يعني بالنسبة لأكبر متعاونين جداً، في بعضهم لا يدركون المخاطر من الباعوض بسبب الإزعاج بين الصباح الباكر، لكن نحن سنقوم بواجبنا إن شاء الله. تسبق العملية خطوات ضمن خطة شاملة، وأبرزها تلك المخصصة للترصد الوبائي الذي يحدد مكان تكاثر البعوض الناقل، وبالتالي وضع فرق الرش الضبابي وتحديد مساراتها، بما يضمن نجاح العملية في استهداف البعوض الحامل لمرض حمى الضنك والقضاء على بؤرة التوالد والتكاثر في إطار خطط مزمنة، الغرض منها تخفيف الإصابة والقضاء على أحد أهم المسببات. هناك خطط مرسومة موزعة لدينا عدد من المشرفين والفرق، كل فريق المديرية تقسم إلى مربعات حسب عدد المشرفين حسب عدد أيام الحملة. طبعا نحن اليوم في اليوم الرابع ومخططة أن تكون 5 أيام، وقد نستمر اليوم السادس تعويضا، لأنه الآن نحن نعمل بكل طاقة البرنامج اللي هو 35 مرشة. مناطق المواجهات المسلحة طبعا هناك في مباني كثيرة مهجورة، بؤر ماء، سطوع ما زالت بعد الأمطار الموسمية تتكدس في بلا، ما تقدرش تدخل الأماكن هذه بحكم أنه في هناك مواجهات مسلحة وخطوط لا يمكن عبورها. ويرى العاملون على الرش أن الالتزام بالنظافة على المستويين الفردي والجماعي هو الكفيل بإزالة خطر الوبائيات التي تتهدد حياة الإنسان وصحته في تعز، ويعتبر عمله مكملاً لتلك الخطوات. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة ومواضيع شيقة ومتنوعة. إلى اللقاء. نعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا، سقاها الصبح نسبته ولنا. نعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا، سقاها